رجعنا لكم مرة ثانية مشاهدين الكرام من بعد الفاصل، وأكيد يسعدنا أن نمسي بالخير على ضيفنا مرة ثانية الشيخ عبد الله إبراهيم الصبحنا برئيس لجنة الحكومة أموال، حياك الله معانا. نرجع لتساؤلاتنا وأسئلة عديدة وكثير، اسمح لي أبو فيصل عندي سؤال، هو نطرق لموضوع التقييم، يعني نتكلم عن تقييم فكرة مراكز الحكومة أموال من قبل حضرتك، كون أن تبنيت الفكرة فعلا من بدايتها إلى وقتنا الحالي. الله يسلمك. كفكرة في وجهة نظري ناجحة في كل المقاييس، لكن يبي لها طبعا إعادة دراسة بين فترة وفترة وتقييم للمشروع، ولازم يكون في شكل دوري على الأقل مرتين مثلا في السنة لتشوف المميزات وعيوب هذا المشروع. صحيح. نرد نفس النقطة اللي قلناها، أتمنى في إذا كنا خلينا نقول نتمنى تكون دراسة مثلا واضحة بمميزاتها وعيوبها وتقييمنا يكون عادل، في معايير معينة. لازم يكون هناك في معايير. صحيح. المعايير شنو؟ أول شيء الجهات المشاركة، عدد الخدمات اللي تقدم، مدى رضا المراجعين خلينا نقول على هذه التقديم الخدمات، الجو المناخ العام في المبنى هل يستوعب عدد المراجعين، الكراسي الانتظار، أرقام الانتظار، مواقف السيارات طبعا. يعني كل هذه الأشياء عشان تقيم هذا المشروع إذا كان مشروع ناجح. صحيح. أو غير ناجح. هم رد نقول كلجنة يصعب عليها أن تقوم في كل هذه الأدوار. يجب أن يكون هناك جهاز مستقل أو جهة معنية مستقلة تكون هذا دورها، ويجب أن يكون هناك خلينا نقول مباشرة وإدارة يومية وتقييم يومي متابعة مباشرة على هذه المشاريع. يبدو موضوع أن انفصال شيخ هذه اللجنة التي تعمل من خلالها واستغلاليتها من خلال جهاز، أكيد لابد أن يكون لها أدوار ومهام محددة أنتم تنظرون لها من الآن في حال لو تم مثلا استغلاليتها، بتوقعك يعني شنو المهام، شنو اللي راح يضيف لكون استغلاليته كجهاز يعمل من خلال استغلالية ثابتة؟ أعطيك مثال، أول ما تسمع اسم لجنة شنو يضيف بالك؟ تنتهي بانتهاء الخدمة، تنتهي مع انتهاء الغرض منها. نعم. إذا كانت أساس اللجنة هو إنشاء وإدارة، كإنشاء أوكي عملية تنتهي. خلصنا. تنتهي. أما موضوع إدارة فهذه عملية مستمرة ما تنتهي. فكيف لجنة تكون نقول شيء مؤقت على مؤقت ويكون فيها عمل دائم؟ صحيح. فيجب أن يكون هناك شيء دائم ومختص، شغلتك أنت موظف، شغلتك تباشر العمل في هذه المراكز الحكومة. مسؤوليتك إرضاء المواطنين والمراجعين في هذه الأماكن. هذا يكون شغلك. ما يكون خلينا نقول شغلك الثاني، يكون شغلك الرئيسي هذا الشيء. هني ممكن طبعا نشوف مستوى أحسن. طيب في الحالة هذه من خلال عمل الحكومة مول، احنا نعرف ان في جهات حكومية تعمل من خلال هذا الجهاز او من خلال هذه الحكومة، ولكن دور قطاع الشركات الخاصة، القطاع الخاص هل له دور من خلال إدارة مثلا او تقديم خدمات معينة من خلال هذه الحكومة مول؟ يعني على سبيل المثال ممكن نقول لك شركات الاتصالات، اليوم عندنا 3 شركات ممكن تكون في المستقبل 4، يعني اليوم اصبحت هذه شركات أساسية ورئيسية وحيوية في نفس الوقت. المواطن أيضا لما يروح يخلص مثلا أو يقدم خدمات قد يكون عليه مثلا دفع فواتير، ويكون معاملة واقفة عليه التزامات قانونية نتيجة عدم دفع فواتير، لما تكون هذه الشركات موجودة من ضمن هذه القطاع كقطاع خاص من ضمن الحكومة أيضا تسهل هذه العملية. مشاركة القطاع الخاص في الحكومة خلينا نقول شيء رئيسي متمثلة في غرفة التجارة والصناعة. غرفة الصناعة تعتبر قطاع خاص لأن لا علاقة مباشرة ومهمة مع المواطن، فتم إنشاء مركز في جميع المراكز برج التحرير وجبل علي والجهرة لغرفة التجارة، بالإضافة إلى هناك في مزايدات لمركز طباعة وتصوير، هناك مزايدة لبنوك تكون مشاركة، هناك مزايدة لكافتيريا، هناك كثير من خلينا نقول مزايدات لمشاركة القطاع الخاص معك في المشروع. مشاركته مع الحكومة أكيد راح ينجح هذا المشروع، خلينا نقول وزيده نجاح. ولكن من حيث نبدأ أنتم ما عندكم أي اعتراض من خلال مشاركة القطاع؟ أكيد ما عندنا، وأكبر دليل برج التحرير. هناك 3 بنوك حاليا موجودة في برج التحرير مشاركة معنا، بالإضافة إلى غرفة التجارة ومركز طباعة وتصوير، هذا شيء أساسي. جيد. زين أستاذ عبد الله، كثير منهم يقولون أن الدوافع الحالية للحكومة مول هي أمور مؤقتة، يعني ما صحت هذا الكلام، أو أماكن مؤقتة؟ إن شاء الله ما تكون مؤقتة. هناك توجه فعلا لتعميم هذه المراكز في جميع المحافظات، وإن شاء الله ما تكون مؤقت، شيء دائم، بالعكس هذا توجه حكومي إن شاء الله.
نعم. شيخ يعني حقيقة جهودكم واضحة وجليلة من خلال ما قدمتوه ورح وطموحاتكم القادمة ما تقدمونها بإذن الله تعالى، ولكن أي عمل لابد أن يكون في بدايته يكون فيه صعوبات، وإحنا شفنا يمكن الصعوبات اللي كانت واجهت بعض المراجعين كون أن الجهرة مول توا يعني بادي ما صار لأسبوعين، وإحنا نطمن حتى يعني المراجعين في محافظة الجهرة أن من خلال تطمينات الشيخ عبد الله بأن يعني إن شاء الله راح يتم التغلب على الصعوبات، ولكن من وجهة نظرك شنو أهم الصعوبات اللي حصرتوها خلال تجربتك مع سواء في جبل العلي أو في برج التحرير أو اللي الآن في موجودة في الجهرة؟ أول شيء إحنا نتمنى ويسعدنا أن نسمع شكاوى المواطنين. بالعكس لما المواطن يشتكي بخصوص أي خدمة تقدم أو مواقف أو أي شيء، بالعكس هالشيء يفيدنا. نعم. أن نعدل هذا الخطأ اللي صاير، بالعكس راح نكون مقدمين خدمة أفضل. بالعكس ترى هذا شيء نتمنى أن يوصلنا. نعم. مكتبنا موجود في برج التحرير في الدور الثاني، فنتمنى أن نسمع ملاحظات المواطنين والمراجعين على أي شيء. بخصوص الصعوبات مثل ما قلت لك وذكرنا قبل أن ما في جهة معنية مسؤولة. نعم. عن نتعاون مع الوزارات كلها. نعم. نتعاون تعاون رئيسي مع وزارة المواصلات، فهناك فعلا خلينا نقول معوقات أخرت عمل الحكومة. بس ودنا هم نفيد ونبلغ الإخوان المواطنين أن هناك في قرار من الوزارة في سنة 2006 لتعميم فكرة الحكومة مول لجميع المحافظات. نعم. بعد ما فتح المركز الأول لبرج التحرير في. نعم. 2006. ولكن لكل أسف الخطوة بطيئة جدا. فما تم إنشاء المراكز إلا في 2010 بعد إصدار قرار وزاري من معالي وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة دكتور محمد البصيري، ولكل الشكر. نعم. والتقدير على اهتمامه في مشروع الحكومة مول. قدرنا بحمد الله افتتاح مركزين في 7 شهور. نعم. يعتبر رقم قياسي. ما في شك يعني جهودكم شيخ عبد الله وتضافر جميع الجهود المعنية في الدولة لابد أنها تكون هي السبيل في تذليل كل هذه الصعوبات إن شاء الله. جهود اللجنة لهم شكر خاص. نعم. أمانة أخوي رئيس اللجنة الأخ ضيف سريع وأعضاء اللجنة الأخوان الأمانة اجتهدوا وعملوا جميع فترات سواء صباحا ومساء على إنجاز وإنجاح هذا المشروع، لهم كل الشكر والتقدير. نعم شيخ، احنا بعد أيضا لازلنا نتلقى مجموعة من الاتصالات السادة المشاهدين تفاعلهم من خلال هذا البرنامج، ووجودك اليوم معنا شرف كبير لنا وللسادة المشاهدين. إذا نأخذ هذا الاتصال من خالد فهد، نقول لك مساك الله بخير خالد. مساك الله بالخير أخوي مساعد، يعطيك العافية ويعطيك العافية في الجواهر. عندي سؤال بس لو تكرمت الشيخ سعادة الشيخ عبد الله. تفضل. مساك الله بالخير سعادة الشيخ. مساك الله بالخير خالد. يعطيك العافية. الله يعافيك. عندي مقترح، مو هو طبعا الله يعطيك العافية على جهودكم الحديثة والواضحة. يسعدنا أخوي. الحكومة مول أمانة يعني هي خدمة للوطن والمواطن، لكن عندي مقترح استاذ بخصوص اذا كان عندي انا معامله وحاط استفسر شنو الاوراق المطلوبه وغيره من خلال بدال ما اوصل للحكومه مول وانطر دور وراح اعطل نفسي واعطل غيري.